السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الإخوان المتابعي قناة فينوكس فلوكس. اليوم غادي نشوفوا فيديو جديد، طريقة جديدة باش ممكن ندير ريزرفاسيون غراتويت أو كيدا نقولو لها حنا المغاربة والتسارية، ريزرفاسيون وهمية من سيت بوكينغ غراتويت. غادي تصيفطو ليك الكونفيرماسيون الإيميل ديالك، بطبيعة الحال الإيميل ديالك غادي ممكن تأمبريميها ولا تخرجها معك ورقة ولا تخليها في التليفون ديالك، راه مكاينش لي يسولك عليها في المطار إلا الناس اللي كيشكو فيهم هما اللي كيسولوهم الإخوان ديالي. هادشي غادي نقول لكم، غادي تدخل خويا لجوجل بطبيعة الحال عادي راه كلشي كيعرفو، غادي دير بوكينغ من بعد ما يطلع لك بوكينغ غادي دير سيت اوفيسيال. بالنسبة للإخوان اللي منفعليش جر الجرس ممكن تفعلو جر الجرس وتفرحونا بواحد جيم وابوني. غادي نديرو المدينة اسطنبول بطبيعة الحال، غادي نديرو لاطات داغيفي، غادي نديرو خويا النهار اللي بغيتي تكون انت في اسطنبول، غادي نديرو واحد في شهر 12. غادي نخرجو من لوطيل نهار 3 في شهر 12، شخص واحد شومبر وحدة، اطفال ما كاينينش. واش جاي انت هنايا بغرض العمل؟ لا، غادي دير ريشيرش. من بعد خويا الحبيب ما يطلع ليك الريشيرش، يطلعوا ليك لي زوتيل بحال هكا. غادي تدخل لا كولولوستانيا، غادي دير فلتر، غادي تمشي لي كونديسيون دو ريزيرفاسيون، غادي دير ريزيرفاسيون سون كارت كريدي، يعني بغيت نريزيرفي ان اوتيل بلا بطاقة بنكية، ندير انيولاسيون غراتويت. بالنسبة للإخوان اللي كيجيو بالليل من المطار صباحا وما عندوش الناس اللي تسناو وما عندوش خويا فين يمشي، من الأحسن يدير ريزرفاسيون مزيانة من هنايا، يدير فيها واحد الليلة، ليلة وحدة، ويدوز ويبات في لوطيل. بالنسبة للإخوان اللي كيجيو بحال هكا وكيبقاو بيتين مسنقة وعندو فلوسو وما لقاش فين يكريو، ممكن إخوان دير زيرو درهم أ 250 درهم ناحية المونطون اللي نتا بغيتي تكري بيه باش هو يقلب ليك ويدير روشيرش على أثمنة في نفس الطلب ديالك. هنايا الكارتي واش بيتي الفاتح اقصاراي لا كوتي اوروبيان، البلاصه اللي بيتي انت واش بيتي الجهه الاوروبيه ولا اقصاراي ولا الفاتح، حنا ما مهمناش فين ما كان، نقدروا نديرو اقصاراي. هنايا اوروبا ممكن تعمرها الى بيتي خويا ولا اختي تفطر مع الصباح عندهم. غادي نديرو ريشيرش، من بعد ما غادي يخرج لينا خويا ريشيرش عطانا دنوي جات ب 812 درهم. غادي نكملو على هاد الريزرفاسيون. غادي بالنسبه للاخوان اللي كيجيو قلنا وكيباتو في الزنقه وعندهم فلوس هما ممكن يديرو هاد الريزرفاسيون ويجيبها لوطيل، يجي يقلب على لوطيل بالمابسمي ويوصل لوتيل ويوري ريزرفاسيون في التليفون وراه يدخلو حتى الشومبر ديالو. عندنا هو هذا لوتيل، حنا ريزرفاسيون بغينا نديروها وهميه، الناس اللي بيمشيو غاديين بيت شبابي وغاديين بيقلبوا ولا بيبات في المطار، ما كاينين الناس اللي بيمشيو بيقلبوا في فوتيل وبيبات الليله الاولى ديالو في فوتيل، ممكن يريزيرفي بحال هكا، يدير ريزرفاسيون ان سول بيرسون واش كيكمي ولا ما كيكميش، ما عندناش المشكل. غادي نديرو ايتاب سويفون، من بعد خويا ما غادي تخرج ليك ايتاب سويفون، غادي يطلب ليك المعلومات الخاصة ديالك، المعلومات الخاصة ديالك خويا انا ديجا معمر المعلومات. غادي يطلب ليك الاسم ديالك، الكنية ديالك، لادغيس ايماي ديالك، غادي يطلب ليك النمرة ديالك، واش نتا هو لو كليون برينسيبال
يعني واش انت اللي دا تريزيرفي وجاي باغي تسكن، ولا دا تريزيرفي شي حد اخر؟ هنايا يعني بطبيعة الحال غادي تخشي تعمر النمرة ديالك، تشير النمرة ديالك، من بعد ما درتي النمرة ديالك دير اونفوي لا كونفيرماسيون دو لا ريزيرفاسيون غراتويت بار اس ام اس، وتبدا تكوشي هاد المنطقة هادي باش تجيك كونفيرماسيون في النمرة ديال التليفون ديالك. هنايا واش انت كتكمي ولا ما كتكميش ما عندكش المشكل، واش جاي على قبل الخدمة درتي اليوم نو دوموند سبيسيال درتي اليوم ميرسي دافونس. درتي اليوم كليمة، ممكن تكتب اليوم ميرسي تو سامبلومون او توز ليتاب سويفون باش تسالي الكونفيرماسيون ديالك ديال الشومبر اللي كريتي بار سيت بوكينغ. هنا الاخوان ديالي طلعت لي كونفيرماسيون، هي مشات للايميل ديالي، هي طالعه خضراء في منطقه اقصراي ليتابليسمون النمره ديالها. هنا يدعتوني خيارات اخرين واش بيت طوموبيل، لا لا ما بيتش طوموبيل انا. المهم الاخوان ديالي كونفيرماسيون هاكا بغيت تمشي ليا دابا للسيت، هو لو كود كونفيدونسيال هو 4435، النيميرو دو ريزيرفاسيون هو 3140 على 394 على 882. هذا هو لو كود دو كونفيرماسيون ديال ريزيرفاسيون ديالي. ممكن الاخوان ديالي ندير لهادي بحال هكا ونخليها عندي في التليفون. واش فهمتوني الاخوان؟ هذه دابا ريتما توصلني الكونفيرماسيون بار ايميل، فهمتوني الاخوان؟ هنايا فيليسيتاسيون فوتخ ريزيرفاسيون اي ماتنون كونفيرمي. هكا درنا اون ريزيرفاسيون غراتويت في الدار سيرو ديرام سون غيان لي كالا داك ابارت. هاي ريزيرفاسيون دي نوي اون شومبر بغيت نجي لو 1 ديسمبر و بغيت نمشي لو 3 ديسمبر. من بعد ما درتي ريزيرفاسيون في السيت خويا الحبيب كتخرج كتمشي للايميل ديالك، واحد نص ساعة كي قلنا كتدخل الايميل ديالك كتلقى لا كونفيرماسيون وصلتك للايميل، ممكن توصلك حتى النمرة ديال التليفون. هاي لا كونفيرماسيون اخواني ديال لوتيل اللي درنا، ميرسي دو فوتخ ريزيرفاسيون ا ليتابليسمون شينو. المهم انيلاسيون غراتويت، هنايا الا كنتي بتبدل شي حاجه في لا ريزيرفاسيون خويا اختي هادي لا ريزيرفاسيون غراتويت اللي ممكن تيرها من اي سيت غالبا بوكينغ راه مزيان ومخير، كاينين سيتات اخرين مي بوكينغ مسهل. هاي لا كونفيرماسيون ديالك، هاد لا كونفيرماسيون كي قلنا ممكن تقولها لاي بوليسي راك دايز بلا ما تامبريميها بلا والو. في حالة الا كنتي بغيت امبريميها راه ممكن تخرج اخويا من هنايا تيلا امبريمي و تخرج لك من هنايا. المهم انا ما بغيتش نانستالي لك هداك لامبريمونت، ممكن تامبريمي اخويا راه كاينين دي زامبريمونت لي خدامين بالبلوتوث ممكن تخرجها بجوج دراهم ولا 3 دراهم و تشيريها. اخوان كي قلنا ممكن تدعمونا بواحد جيم وبارطاج، بالنسبه للاخوان اللي باقيين جداد واحد نقرا داك واحد جيم وبارطاج وابوني باش نستافدو كاملين وتعم الفائده وتشجعونا اللي قال داك الجديد. والله يسخر اخوتي ونتمنى من الله اللي فنيت شي حاجه زينه الله يسر لها الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.